صميلي الثاني 11. وحصل لما خلصت السنة في وقت خروج الملوك ان داود بعت شئاب والعبيد بتوعه معاه وكل اسرائيل، فخربوا ولاد عمون وحصروا ربه، واما داود فقعد في اورشليم. وحصل في وقت المساء ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فشاف من على السطح ست بتستحمى، وكانت الست شكلها حلو قوي. فبعت داود وسأل عن الست، فقال واحد: مش دي بتشبع بنت اليعام مرات اوريا الحثي؟ فبعت داود رسل واخذها، فدخلت لي فنام معاها وهي متطهره من الحيض بتاعها. بعدين رجعت لبيتها وحملت الست، فبعت وبلغت داود وقالت: انا حامل. فبعت داود ليؤاب يقول له: ابعت لي اوريا الحثي. فبعت يؤاب اوريا لداود، فجي اوريا له، فسأل داود على سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا: انزل لبيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراه هدايا من عند الملك، ونام أوريا على باب بيت الملك مع كل عبيد سيده ومنزلش لبيته. فقال داود: منزلش أوريا لبيته. فقال داود لأوريا: مش جيب من السفر؟ أمال ليه منزلتش لبيتك؟ فقال أوريا لداود: التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنين في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلين على وش الصحراء، وانا اجي لبيتي عشان اكل واشرب وانام مع مراتي، وحياتك وحيات نفسك ما عملش الحكايه دي. فقال داود لأوريا: اقعد هنا النهارده كمان وبكره اسيبك. فقعد أوريا في اورشليم اليوم ده وتاني يوم، وناداه داود فاكل قدامه وشرب وسكره، وخرج عند المساء عشان ينام في سريره مع عبيد سيده والبيته منزلش. وفي الصبح كتب داود رسالة ليؤاب وبعثها في ايد أوريا، وكتب في الرسالة بيقول: خلوا أوريا في وش الحرب الجامدة وارجعوا من وراه فيضرب ويموت. وحصل لما حاصر يؤاب المدينة انه خلى أوريا في المكان اللي عرف ان الرجالة جامدة فيه، فخرج رجالة المدينة وحاربوا يؤاب، فوقع شوية من الشعب من عبيد داود، ومات أوريا الحسي كمان. فبعت يؤاب وبلغ داود بكل أمور الحرب، ووصل رسول لما تخلص من الكلام مع الملك عن كل أمور الحرب، فلو ولع غضب الملك وقال لك: ليه قربتوا من المدينة عشان تحاربوا؟ ما عرفتوش انهم بيرموا من عصور؟ مين قتل أبي مالك ابن يربوشت؟ مش رميتوا ست بحتة رحاية من عصور فمات في طباس؟ ليه قربتوا من السور؟ فأقول: مات عبدك أوريا الحسي كمان. فراح الرسول ودخل وبلغ داود بكل اللي بعته فيه يؤاب، وقال الرسول لداود: اتجبر علينا الناس وخرجوا لينا للغيط، فكنا عليهم لحد مدخل الباب، فرمى اللي بيرموا السهام عبيدك من على السور، فمات شوية من عبيد الملك، ومات عبدك أوريا الحسي كمان. فقال داود للرسول: كده تقول لي يؤاب: ما يبقاش الموضوع ده وحش في عينيك، لأن السيف بياكل ده وده، شد حربك على المدينة وخربها وشدده. فلما سمعت مرات أوريا إن الراجل بتاعها أوريا مات، ندبت جوزها، ولما خلصت المناحة بعد داود وضمها لبيته وبقت له زوجة وخلفت له ابن. وأما الموضوع اللي عمله داود فكان أبيح في عينين الرب.